طابت أوقاتكم بكل الخير. معاكم عماد المكحل، مستشفى البحرين التخصصي، مسؤول مراقبة العدوى. نفس ما وعدتكم اليوم راح أتكلم على الكمامات. بالبداية أبلغكم أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم لبس الكمامات للأشخاص السليمين. متى نلبس الكمامات؟ نلبس الكمامات إذا كنا نعاني من أعراض الإنفلونزا اللي هي معروفة، السعال، الحرارة، السيلان الأنفي. وكذلك ينصح بلبس الكمام في المناطق المزدحمة التي يقل فيها المسافة بينك وبين الشخص الآخر أقل من نص متر. وتابعوني بالفيديو السابق القادم إن شاء الله، راح أتكلم عن المساوئ والأخطار والإشاعات عن الكمامات.